مش راك توجد وجدتها صح يتلف عليك لا تولي توليدي تاخذ راي بويك تروح دير مستقبل عمرك هكذاك روح روح مليح راك مخمل القابة مليح مخمله كاش ما خدمت لك موك شوير فيش يا ودي كعورتنا نكمل مليح يدي يدي واش ني هذا واش شورت ترقد فيه هذا هذا اللي نرقدوا فيه مليح راك ما ترقدش بزاف نظمي نولوك ايه عقبت العسكر بكري نوليدي هناك كنت قد صعدنا نزلت لهم الرعب ثم نقولوا كل تحولي وهذا واش هذا كان الشورت ايه كنت مثلا يدي قوتي وندون البحر راهو ديك البحر ايه تاع كولوني فاكونس راه العسكر العسكر لا لا دي شورت واحد برك قلت فيه هذا خبيه هذا خليه الخوف ايوا خليه الخوف ما عندوش ايوا دي شورت يس ايه وهذا واش تم هذا فاني شنو هذا فاني انت كنت درتها شرطة هاتول هذا اللي نعوم به اليوم هذاك نعوم به اليوم وهذا اليوم غدا لا هذا قلت فيه الصباح هذا قلت فيه النهار ايوا وهذا قلت فيه نص النهار انت عطيهم لك الطبيب هذو عطيهم لك الطبيب ثلاث شرطات في النهار يا اخي انت مالك العسكر تنجر عزيزي واش دي شورت واحد دي شورت هذا ما تجيش وسخ يوم ما لوش وسخ هذا احمر تاع بنات هذا مليح هذا شبه تاع العسكر خضراء وبيضاء حمراء احنا من الجزائر هذا كنا بايع مدي عمينا وضوك ثم البان نوض بيه ترقد على 12 نوض على الوحده هذا ما تديش هذا ما نوض بيه صلي بيه فجر الصباح هذا خليه انت راك مدي لي الدار كلور وهذه سارقه هذه بيعها انت اللي تدي فيها يا نشرب فيها الماء الفوضى هذه شنو راح تخدم ميكانيسي انت ثم اطفال يا واحد لوذ لك النحي هذا فهمتوا ها خطرة شاور ما تعرف شاور رجع شنو هذا انا قلت تهنيك من الخبز وزدت سرق لي الخبز اي عبد 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 امشي امشي عبد امشي سرقني هذا احنا مسرقني في العسكر مسرق راح نزلنا حساب قلنا 365 يوم